مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. حلقة جديدة من برنامجكم مع أروى ومنى. وليه بقول برنامجكم؟ لأنه هو بالفعل برنامجكم، وكمان لأنه هيهتم بقضاياكم ومشاكلكم واقتراحاتكم. راسلونا على صفحة الفيسبوك برنامج مع أروى ومنى، ولو أنت صاحب مشروع أو دكتور أو ميك اب ارتست أيا كان، ابعت لنا وتنورنا إن شاء الله في الحلقة. حابة نبدأ حلقتنا بأفضل بداية، وهي الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. رحبوا معايا بصديقتي وحبيبة قلبي منى. أهلا بك يا منى. أهلا بك يا أروى، الحلاوة دي حبيبتي. كمان رحبوا معانا بضيفتنا اللي منورانا النهاردة، أستاذة وفاء صبري. أهلا بك. أهلا بك، عاملة إيه؟ موضوع النهاردة من المواضيع المهمة جدا جدا، مش بس في مصر، ده في العالم كله. هنتكلم النهاردة عن COVID-19 أو كورونا فيروس. مبدئيا كده خلينا نقول ان مفيش علاج صريح لحد الان لفيروس كورونا، والعلاج اللي احنا بناخده ده يدوب للاعراض اللي بتظهر علينا، ان كانت سخونية او صداع وغيرها. ممكن يظهر عليك عرض واحد بس او اتنين او كلهم حسب مناعتك. العامل النفسي بيأثر جدا جدا في المرض ده، فلازم نخلي بالنا وما نبقاش كده متوترين ونقلق اول ما نعرف ان احنا عندنا كورونا وكأن خلاص الدنيا هتقف وهنموت وكده. لا لا خالص، اطمن وثق في ربنا ثم نفسك، وقول ان شاء الله انا هاخدها تحدي، يا انا يا فيروس كورونا، وان شاء الله انت اللي هتنتصر عليه. هقول لكم بقى شوية نصايح كده على الماشي عن تجربة طبعا فادتنا جدا في فيروس كورونا. اول حاجة، وهي لازم نهتم بالاكل كويس جدا جدا، وناكل فاكهة وخضار، ونبعد عن الفاست فود، خلينا هيلسي كده شوية. رقم اتنين، لازم ناخد برضو فيتامينز زي فيتامين سي وفيتامين دي والزنك. ولازم تلاتة، لازم ناخد بذور بتحتوي على الزنك زي بذور الكتان، بذور الشيا، السيليليوم. رقم اربعة، لازم نخلي بالنا برضو ناخد مضاد حيوي عشان المناعة بتكون ضعيفة في الفترة دي. رقم خمسة، ونخلي بالنا بقى كويس منها واللي هي هتقولنا المناعة، سواء انت مريض فيروس كورونا او عايز تقوي مناعتك بشكل عام، فدي هتفيدك جدا جدا، وهي صمغ النحل وعسل النحل. الحاجتين دول سحر 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 بجد، هيرفعوا المناعة بإذن الله وهيخلوك كده. رقم سبعة ولا تمانية بقى مش عارفة، رقم سبعة تقريبا، لازم كمان ناخد قرفة وكركم في الأكل أو نعملهم كمشروب، ونعمل غرغرة بملح وليمون وقرفة برضو عشان ونغلي القرفة، وناخد البخار بتاعها كده من الهواء ونستنشقه، هتظبط الدنيا معانا قوي إن شاء الله. ودي شوية نصايح فرقت معايا شخصيا في ان احنا نعلي المناعة او نواجه فيروس كورونا بالطريقة اللي هي بتاعتنا دي. طبعا عارفين كلنا ان التمريض كان بيلعب دور مهم جدا 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 في كل الامراض عموما، مش فيروس كورونا بس، فاحنا لازم نديهم حقهم طبعا، وهم اللي بيبقوا في وش كده الفيروس وكل الامراض. فعشان كده كنا الفترة اللي فاتت شفنا لحظة انقطاع انابيب الاكسجين في العناية المركزة او في مرض الحجر الصحي، كان عامل ازمة كبيرة جدا. فاحنا حبينا ندخل في التفاصيل اكتر ونستضيف ملائكة الرحمة معانا النهاردة، ومعانا استاذة وفاء هتقول لنا ازاي ايه دور التمريض مع المرضى الحجر الصحي. تفضلي. طبعا التمريض هو عمود المستشفى، هو المتصدر الوحيد في وش اي مرض، سواء كان فيروس كورونا او اي مرض، فطبعا هو اللي بيبقى معتمدين عليه في كل حاجه. فطبعا ملائكه الرحمه زي ما انت ما بتقولي، فطبعا يعني التمريض ده دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه واخد حقه طبعا كويس قوي، وهو ان احنا نعرف نتعامل ازاي مع المريض، سواء عزل منزلي او سواء عزل في العنايه المركزه. دلوقتي بنقدر طبعا ان احنا نديهم العلاج، فبنكون احنا نقدر نحافظ على نفسنا ونحافظ على المريض. وطبعا اهم حاجه ان احنا نلتزم بالمطهرات والكحول كده. هو اصلا يعني انا اعتقد ان انتوا بتبقوا في وش المريض على طول كده، وبتتعاملوا معاه بحذر كمان اكتر من الطبيب. ايوه طبعا، احنا اللي بندي لهم العلاج، احنا اللي بنسهر طبعا طول الليل معاه،
المريض عايز اي حاجه. ربنا يقويكم كلكم يا رب يخليك. والله العظيم يعني محتاجين ان احنا ندعي لكم جدا، قايمين بواجبكم قوي. ايوه الحمد لله ربنا يستر. عايزه اعرف بقى شعورك ايه لما عرفتي ان والدك اصابه كورونا، وايه كانت الطرق اللي اتبعتيها معاه ان انت تحميه بيها وفي نفس الوقت وتعافيه وفي نفس الوقت تحمي نفسك ان يسيبك العدوى انت واسرتك؟ ايه الطرق بقى اللي اتبعتيها معاه؟ لا الحمد لله والدي طبعا دلوقتي الشعب المصري كله مفيش بيت بيخلو من مريض. طبعا كل الشعب المصري حاليا اي حد دلوقتي الدور خلاص جالك دور برد يبقى انت عندك كورونا. فاحنا لازم نفرق ما بين البرد العادي وان المريض ده يكون عنده فيروس كورونا. طبعا والدي طبعا الحمد لله ما كنتش انا لوحدي، طبعا ربنا يخليه، طبعا اخواتي واهلي وكل اللي في البيت كلهم كنا ازاي بنتعامل معاه. طبعا كنا بنتعامل معاه ان انت يكون فيه حذر. احنا هنتكلم بقى عن العموم، والدي والدك اي حد اي واحد يكون عنده مريض في المنزل ازاي يتعامل معاه، مريض الحجر المنزلي في البيت، ان انت اهم حاجه ان يكون في الوقايه الشخصيه، ان انت تكوني لابسه الكمامه، ان انت تكوني لابسه الجوانتي، اهم حاجه ان انت تطهري المكان، تطهري الحاجات اللي هو بيستخدمها، ان هو يكون ليه حاجات معينه لوحده، ان طبعا يكون فيه دايما بقى السوائل الحاجات الدافيه، وان شاء الله باذن الله تمام. هو كده احنا كنا برضو بنقول ان لو انا دلوقتي جالي كورونا او اي شخص عموما بيقلق جدا ويتوتر، واول حاجه بيخاف منها انا هقول لمين؟ بيخاف ان هو يقول للناس ان هو جاله فيروس كورونا عشان ما يشمتوش فيه، وبيبقى حاسس ان هو نصيبة او لا انا ازاي هقول ده، طب انا بقى هطلع واوري الناس ان انا كويس ومفيش اي حاجه، وده طبعا خطر جدا جدا. احنا بنقول النفسيه بتلعب دور مهم، بس مش معناها ان انت تطلع كده لا، المفروض ان احنا ان انت بتعزل نفسك اسبوعين، الدراسات هي اللي بتقول كده، اول ما تحس بالاعراض اللي احنا قلناها لازم ان انت بتعزل نفسك. فان ما ينفعش ان انت تقول ده هيقول عليا وده هيقول عليا، لا خالص، انت لازم تطمن. وعشان برضو الناس تخلي بالها كويس قوي، ما ينفعش ان ده يبقى مريض وانا اقول له انت ربنا بيبتلاك بالمرض ده عشان انت مش كويس او لا 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 يا جماعه، ده حاجه مش مرض زيه زي اي مرض. لا دلوقتي يعني هو فيروس الشعب المصري. فايه بقى دور العوامل النفسيه والاجتماعيه كمان لمريض فيروس كورونا؟ اهم حاجه العامل النفسي للمريض، وان انت دايما تهيئي له الجو، ان انت تتعاملي معاه ان دي حاجه عاديه جدا. دلوقتي يعني مش هقول لك ممكن كلنا يكون جالنا كورونا انا معاكي جدا وعادي، هو دور برد طبيعي، بس بيختلف طبعا مع المرضى اللي هو اللي عنده حساسيه المناعه ضعيفه، فممكن يتهور معاه شويه، انما مش هقول لك كلنا ممكن يكون جالنا كورونا والحمد لله. ممكن مناعتنا تبقى ان هو جه كبرد عادي كده ومفيش أيوة اي حاجه، كبرد عادي ممكن بيكون جه باعراض شديده جدا تعرف ان ده كورونا. ايوه بالظبط، بتختلف طبعا مع مريض الجهاز التنفسي ومرضى الصدر والحساسيه، هو ده يعني، وطبعا مرضى اللي هم بيعانوا من اي اعراض جانبيه زي الضغط والسكر، فده طبعا اللي هو بيكون متضرر اكتر من الفيروس. يعني هو الطبيعي اصلا ان اي حد بيجيله الفيروس عادي خالص، بس دول الناس الاكثر عرضه للمرض ده. ايوه طبعا هم دول اكتر ناس متضررين، وبس الحمد لله يعني. سهل ان هم يتعافوا منه ولا صعب؟ ايوه طبعا كل حاجه سهله ان شاء الله، يعني دلوقتي طول ما هم بيتبعوا الخطوات الصحيه، وطبعا ان هم ياكلوا كويس سوائل دافيه، طبعا بيتبع العلاج، بيدعي ربنا بقى كتير. لا ان شاء الله باذن الله الحمد لله، طبعا ربنا العامل الاساسي، وطبعا يكون كل اللي في البيت. ودلوقتي الشعب المصري كله بقى عنده وعي كبير قوي ان دي حاجه عاديه دلوقتي، لان مرينا بالموجه الاولى وكمان دخلنا في الموجه الثانيه. طب في ظاهره انتشرت دلوقتي ان بقى من كتر ما الناس بقى يجي لها كورونا بقت تتعامل معاه اكنه دور برد، واما يجي لها تروح الصيدليه من غير استشاره الطبيب وتطلب مجموعه الكورونا اللي هي عباره عن زنك وفيتامين سي والمضاد الحيوي من غير استشاره الطبيب، ده هل ده صح اللي بيعملوه ولا في بروتوكول للعلاج معين لمريض الكورونا؟ لا هو عموما لحد الان كورونا ما فيش اي بروتوكول معين لكورونا، كل واحد بتختلف حسب
طبعا الشخص اللي موجود. فلازما اي حد مثلا يحس ان هو بدور برد، ممكن يكون دور برد عادي ان انت خدتي مثلا مضاد حيوي، خدتي حقنه، خدتي كده، فالحمد لله بقى كويس. مثلا لو بقى في اعراض اكتر، مثلا مريض الحساسيه، بيبقى فيه ضيق في التنفس، فطبعا لازم اهم حاجه ان انت طبعا مش هينفع ان احنا نتعدى، ان احنا لازم نروح نكشف عند الدكتور المختص. وطبعا الدكتور بيطلب منك التحاليل وبيطلب منك الاشعاعات المقطعيه، ودي بتكون الفيصل الوحيد اصلا في موضوع كورونا، هي بتكون الاشعه المقطعيه. ممكن يكون برضو عندنا مثلا هنعمل مقارنه معانا اتصال دلوقتي، نقول الو. الو، مين معايا؟ الو، ازيك يا مرهوم؟ عجبتني قوي البرنامج بتاع الحلقه والله. حبيبتي حبيبتي ريم، عامله ايه يا اختي؟ قوي قوي قوي، بحبك بجد والله، وانا بحبك قوي. ربنا يكملها الله خير ويبعد عنك اي حاجه وحشه. حبيبه قلبي تسلمي يا رب. حبيبتي اختي يا جماعه، وسندي في الدنيا والله يا قرب. انت بصي نور عينينا والله حبيبتي. عيط. لا يا حبيبه قلبي، ما بحبش طبعا عينك تبقى فيها دموع. حبيبتي حبيبتي، ونورتينا باتصالك، وعيدي تاني ان شاء الله. إيه طيب، كنا بنتكلم بقى ان مش كل واحد علاجه زي التاني. لا طبعا، كل واحد بيختلف احنا كنا بنعمل مقارنه دلوقتي بين شخص عادي، شخصين دلوقتي، ده مريض قلب او سكر او ضغط او ايا كان، وشخص تاني عادي ممكن بقى يجي مناعته كويسة. ممكن الكورونا لما تيجي لنفس الشخصين هنا يبقى الكورونا هنا زايدة عنده، لان المناعة بتاعته بتكون ضعيفة شوية. لكن اللي مناعته قوية يعني ايه، بيكون ان هو متحمل الفيروس قوي. فايه بقى الحالات اللي بتستدعى نعمل عزل، والحالات اللي بتستدعى ان احنا نروح المستشفى او نعمل هو طبعا المتضرر، بيبقوا متضررين جدا المدخنين. لما بيكون المريض مدخن فبتحصل يعني ايه طبعا حساسيه ومرضى الصدر، طبعا بيبقى بيختلف هنا المريض عن التاني. ممكن المريض يحتاج تنفس صناعي عادي، ان احنا نحطه على جهاز تنفس فاركورين عادي. في تاني مريض ممكن يحتاج الاكسجين، في مريض تاني ممكن ما ياخدش اي حاجه من الحاجات دي واقراص بس، ويبقى مناعته قويه والحمد لله. فكل واحد بيختلف عن التاني. الطبيب بقى هو اللي يقول لنا. طبعا بيكون الفيصل في الموضوع ده الطبيب والاشعه والتحاليل. طب عايزين نعرف بقى ايه اعراض اشتباه الكورونا، يعني امتى اعرف ان انا جالي كورونا؟ هل مثلا لما يجي لي دور برد طبيعي اعرف ان انا كده جالي كورونا، ولا ليه اعراض طبعاً معينه؟ لا طبعا، احنا قلنا اصلا كورونا هو عباره عن دور برد، فزي ما احنا قلنا بيختلف عن، طبعا ممكن يجي دور برد عادي، ممكن يجي طبعا بيختلف عن مرضى الجهاز التنفسي ومرضى الحساسيه. فهو هنا طبعا بايه، طبعا اعراضه بيبقى معروفه، البرد، بيبقى فيه فقد حاسه الشم والتذوق، بيبقى مثلا ضيق في التنفس، في حالات بتصاحبها طبعا الاسهال، المغص، همدان، صداع، ان المريض يكون كسلان. ففي اعراض كتير قوي طبعا، اي حد بيكون عنده اعراض من دي بيتجه على طول ان هو يروح يعمل تحليل ويعمل اشعه ويروح يكشف. ربنا يحفظه ان شاء الله. طيب ايه اجراءات اللي هو والكواليس اللي بتحصل ورا ستاره الحجر الصحي؟ بس الاول ناخد تليفون معانا، نقول الو. مين؟ الو. ايوه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكي صلاح. معاكي صلاح، اختي الممرضه وفاءن على التيك توك. اهلا بيكي. يا صباح نعمه الاخوات يا جماعه. الحمد لله. طبعا انا مش هقدر ان انا اقول في حاجه في اخواتي. الاخوات سند يا جماعه. الحمد لله، يعني احنا منوره الشاشه، اختك قاعده منوره الشاشه ومنورانا كمان. لا طبعا منوره بصحابها الاول وبعدين اختي. حبيبتي شرفتينا باتصالك.
طبعا الاخوات سند وضل الاهل الحمد لله الحمد لله. يعني انا مش هقدر لو فضلت من هنا للسنه الجايه مش هقدر اوفي الشكر لاهلي ولاخواتي ولوالدتي ولوالدي ولكل الجماعه عندنا في البيت. ربنا يبارك لنا ربنا يحفظهم يا رب. يعني فعلا سند لينا و بيطمنونا في الدنيا كده. أيوة طبعا الحمد لله مجرد صوتهم ده نعمه كبيره قوي. ربنا ما يحرم اي حد من اهله. يا رب. اللهم كنا بنقول ايه الكواليس اللي بتحصل ورا ستاره الحجر السحري؟ بيتعاملوا معاهم ازاي؟ ايه الاكل اللي بياكلوه؟ ليهم اكل مخصص ولا بياكلوا اي حاجه؟ ايه طرق الوقايه ليهم بيبقى ايه؟ وهل مثلا الطرق اللي بياخدوها في العنايه بتاعه الحجر السحري هي الطرق المريض الحجر المنزلي ولا مختلفه؟ لا طبعا يعني مثلا دلوقتي هنختلف زي ما انا بقول لك. يعني مثلا لو كل واحد طبعا لو مقتدر. يعني انا مثلا في البيت لو والدي او والدك او اي حد من اهالينا طبعا او اي حد مريض عزل منزلي فاللي هو مثلا انا ممكن اوفر له كل الحاجات اللي هو بيحتاجها في البيت علشان خاطر ما تنقليش العدوى. يعني مثلا لو هو بيحتاج تنفس جهاز تنفس ممكن اجيب له جهاز التنفس. جهاز قياسه الاكسجين بوفره له مثلا في البيت عشان خاطر ما بيبقى فيه مثلا ممكن يكون هو انت جايباه من حد عنده كورونا وهو ما عندوش. فكل واحد بيختلف طبعا تبع طبعا المقدره. وان انت طبعا تحاولي ان انت توفري للمريض الحاجات اللي موجوده او اللي هو ممكن يحتاجها في البيت. بالنسبه طبعا للكواليس او بالنسبه للي بيحصل في الحجر المنزلي سواء في البيت او سواء في العنايه فكل حاجه طبعا بتبقى تحت اشراف الطبيب. بس زي ما احنا فاهمين ان المتصدي الوحيد لاي حاجه هو الممرض. الممرض طبعا هو اللي بيدخل وهو اللي بيشرف على كل حاجه زي ما بنقول هو عمود المستشفى. يعني هم الصفوف الاولانيه على طول. يعني ربنا يحمينا يا رب. اللهم امين. وعايزين بقى نقول في اخر دقيقه في حلقتنا شويه ارشادات كده من وزاره الصحه لاصحاب مرضى السكر. بيقولوا ان الحفاظ على مستوى السكر في الدم ده بيساعدهم من الوقايه من فيروس كورونا. تاني حاجه اللي هم ياكلوا بروتينات خضروات فواكه ويبعدوا عن النشويات ويبعدوا كمان عن السكريات. يبعدوا ويتجنبوا الافراط في اتخاذ الفيتامينات وخصوصا الفيتامين سي وفيتامين زنك لان اي حاجه بتزيد عن حدها طبيعي بتقلب ضدها. في حاجة كمان ان هما يمارسوا رياضة المشي في المنزل او تحريك المفاصل عند الجلوس. طبعا في ارشادات عامة لينا كلنا وكلنا لازم نحافظ على نفسنا زي مثلا ان احنا ما ينفعش نلمس بايدينا على العين او الفم او الانف لان كده بيضرنا فعلا بيضرنا وبيتنقل الفيروس. فلازم قبل ما نلمسهم تبقى ايدينا مطهرة بالكحول او نغسلها كويس ودايما نغسل ايدينا ونطهرها بالكحول. في حاجات كمان لبس القفاز والكمامة والمسافة بينك وبين الآخرين. وحقيقي لازم نهتم ويبقى عندنا وعي بالإجراءات الوقاية من الكورونا لأن احنا يعني المشاهد والصور اللي بنشوفها التجمعات اللي بتحصل بتدل ان احنا ما عندناش أي وعي خالص بالموجة التانية بتاعت كورونا اللي هي أصعب بكتير من الموجة الأولى. وفي الاخر يعني اللي بيشيل الليله هم الدكاتره والممرضين واصحاب الاشعه والتحاليل واسرتنا كمان. فخليني كده اقول لكم على اجمالي الحالات المصابه بتاعه اخر تقرير من وزاره الصحه. اجمالي حالات المصابه 155507. اجمالي عدد الوفيات فعلا اجمالي عدد الوفيات 8527 وعدد الشفاء لحد الان 122291. وده برضه بيديك امل ان زي ما ربنا بيدي الداء بيدي معاه الدواء. واخره المنحه محنه واخره المحنه منحه. احنا بس لازم ناخد بالاسباب ويعني ننقي نفسنا ونتخذ طرق الوقايه من الكورونا. واكيد ده اختبار من ربنا طويل بس اكيد صعب وبيشوفنا هنصبر عليه وهنشكره زي ما بنشكره على الحلوه هنشكره على المره كمان ولا لا. ويا ريت نحافظ على نفسيه مريض كورونا
بلاش نتعامل معاه ان ده وباء جاي علينا بعد ما يتعافى، لانه ملهوش ذنب، ده مريض زيه زي اي حد، ربنا زيه زي اي مرض تاني كمان، ربنا ابتلاه عشان يكفر عن ذنوبه. وفعلا دايما بقول ان اشد ناس الابتلاء هم الانبياء، ويا بخت من اتحط في المنزله دي وحمد وشكر ربنا عليها. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، ويا رب يعافينا من كل داء وبلاء وابتلاء جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. واستنونا، اللهم امين، استنونا في حلقه جديده وموضوع جديد، والى اللقاء في حلقه قادمه.